نخلي بالنا ونركز مع بعض قوي 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 عشان فيديو النهاردة ناس كتيرة جدا مستنياه. بالفعل لقيت ناس كتير بتقول لي: محمود انت ليه كل ده ما اتكلمتش عن الذكاء الاصطناعي؟ قناتك بتركز على تكنولوجيا المعلومات والفترة اللي احنا فيها ترند الذكاء الاصطناعي، ليه كل ده ما اتكلمتش عنه؟ طبعا انا قاعد فاتح عين وقافل عين ومتابع الدنيا كلها من حواليا وعارف كل اللي بيحصل، ولكن ما اقدرش اقدم معلومة غير مكتملة. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب المعلومات الدقيقة، دايما لما اطلع بحاجة يبقى انا اطلع بيها صح ومختلفة عن الاخرين وتكون مفيدة. انا عارف كويس جدا ان الذكاء الاصطناعي شغال والناس كلها شغالة عليه، ولكن هستفيد ايه لما اطلع بفيديو واقول لكم بلا 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 وتيجوا في الاخر بعد ما شبطتوا والفكرة عجبتكم وتعشمتوا نيجي نجرب للاسف يقول لك ان الخدمة دي غير متاحة في دولتكم او في بلدكم في الوقت الحالي؟ استفدت ايه؟ ولكن اول ما اعرف ان الخدمة دي هتشتغل في اي مكان وفي اي بلد ومن غير اي VPN ومن غير اي وسائل مساعدة، وكمان مش كده بس، ده الفيرجنز الجديدة منها والناس اللي بتتابعني تستخدم اجهزة السمارت فونز او الموبايلات، لو تابعتوا لاخر الفيديو هتلاقي مفاجأة مستنياكو. فيلا كله يشارك الفيديو عشان الكل يستفيد، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد. يا اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناه This is محمود نعمان. ايه رايكم في المقدمه الجديده دي وفي الفيديو دوت من سلسله تكنولوجيا المعلومات اللي الكل بيحبها؟ ان شاء الله هكلمكم النهارده عن حاجه جديده بخصوص الذكاء الاصطناعي. هنلخص كده الفيديو سريعا، ايه هو الذكاء الاصطناعي وايه تاريخه وتوالت احداثه ازاي، واخيرا ازاي هنستخدمه على اجهزه الكمبيوتر وبدون شروط وبدون قيود، وكمان في الاخر على اجهزه الموبايلات، وهتشوفوا كل حاجه دلوقتي معايا. ولكن قبل ما نروح على جهاز الكمبيوتر تعالوا بسرعه اوريكم سبونسر فيديو النهارده. منصه وي ار ميت هي منصه شبيهه جدا بالفيسبوك، وزي ما احنا شايفين ديت النيوز فيد او الصفحه الرئيسيه، كمان هتلاقي عندك هنا كل حاجه ما بين العاب موفيز ما بين وظائف ما بين ماركت بليس واعلانات مموله. ولكن فين الاختلاف الموجود هنا على المنصه دي؟ انك تقدر تكسب منها فلوس زي ما هنشوف كده، بتاخد نقاط تتحول على المحفظه. طب النقاط دي بتجي لك ازاي؟ طبعا بتجي لك على حسب الاكتيفيتي او النشاط بتاعك، سواء لو انت بتعمل بوستات جديده او بتكومنت على او بتعمل تعليق على بوستات موجوده اصلا، او بتعمل رياكت، او لو حد عمل لك فولو، او لو بعت دعوه لاصحابك، بيتحوش عندك نقاط بتنزل عندك في الوالت او المحفظه. من هنا نقدر نشوف الوالت بتاعتنا، وطبعا الرصيد بيكون بالاسترليني، تقدر ان انت تعمل ارسال رصيد لاي حد من الاصدقاء الموجودين، او انك طبعا تسحب الرصيد على حسب وسائل الدفع المتاحه على المنصه، او انك تشوف الرصيد اللي جالك عن طريق الاحالات او الدعوات لاصحابك، او رصيد النقاط او رصيد الفاندنج. مش كده بس، ده كمان لو دخلت على البروفايل بتاعك تقدر ان انت تكون من الاعضاء المميزين اللي بيظهروا على الصفحه الرئيسيه، وهوريها لكم طبعا في اخر الفيديو، وتكون فيريفايد يوزرز. عندك هنا باقات الاعضاء المميزين او الباقات الموجوده على المنصه، وهي بالشكل اللي قدامنا ده، يوميه اسبوعيه شهريه سنويه، واخيرا تقدر ان انت تجرب الباقه لمده 30 يوم ولكن بامكانيات محدوده. وكمان زي ما قلت لكم تقدر تكون بريوزر على الصفحه الرئيسيه ويكون لك صفحات برضو برو على الصفحه الرئيسيه. يلا كله يشير، هسيب لكم لينك الاشتراك على المنصه في الديسكريبشن اسفل الفيديو عشان كله يستفيد وكله يكسب فلوس. ودلوقتي خلونا اول حاجه قبل ما نروح على جهاز الكمبيوتر نتكلم ايه هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي باين من اسمه بالانجلش Artificial Intelligence، وهو طبعا ذكاء محاكي لذكاء الانسان ولكن مصطنع. ممكن نلاقيه على روبوتس، ممكن نلاقيه على سيستمز، ممكن نلاقيه على سوفت ويرز بنستخدمه في حياتنا اليوميه والعمليه. يعني على سبيل المثال بنستخدم روبوتس مصنعة ومسخرة بفضل أكواد وبرمجيات معينة، وهي الذكاء الاصطناعي علشان تساعدنا. عايز أقول معلومة مهمة قبل ما أكمل، إن الذكاء الاصطناعي هو حاجة مكملة للإنسان. في ناس بتطلع وتقول الحق الذكاء الاصطناعي قعدنا في بيوتنا، الحق الذكاء الاصطناعي هيقضي على أكل على لقمة عيشنا، أنا آسف. ولكن الحقيقة مش كده خالص. هو مين اللي اخترع الذكاء الاصطناعي؟ اسمه مصنوع، يعني انسان هو اللي صنعه. يعني لو ما كانش فيه انسان مش هيبقى فيه ذكاء اصطناعي، لو
لو مفيش انسان مش هيتم تطويره للفيرجنز والاصدارات اللي بنسمع عنها كل يوم وكل شوية ديت. فمحدش يصدق المعلومة ديت، مفيش انسان مفيش اي حاجة مصنعة. لذلك لما بنقول عليها سبحان من علم الانسان ما لم يعلم. المهم خلينا نشوف ايه هو موضوع الذكاء الاصطناعي في الفترة الاخيرة اللي حصلت فيها الضجة والترند اللي كان على الذكاء الاصطناعي. اول حاجة لقيناها وهي كانت تول كده اسمها ميد جيرني، وكانت نازلة على سيرفرات او على ابليكيشن الديسكورد، كان سيرفر وكان الفكرة منه ان انت بتصنع صورة كرياتيفيتي، يعني انت بتبتكر صورة والصورة دي عبارة عن كومنز او عبارة عن كلمات معينة. يعني مثلا انت عايز تمثال ابو الهول مثلا براس فرخة، تكتب مثلا سفينكس ويز مثلا اهن هيد وتشوف النتائج وهكذا، وتجرب مرة واثنين وثلاثة. ولكن كان عليه ريستريكشنز وكان عليه ليميتيشنز، وهي كانت عدد مرات معينة وبعد كده تشتري اكونت، سوري تابجريد الاكونت بتاعك لبايد اكونت او مدفوع، او انك هتضطر تعمل ايميل جديد وهتبدأ ان انت تعيد القصة ديت تاني. في نفس الفترة ديت طلع حاجة اسمها الشات جي بي تي، هما الاتنين كانوا طالعين سينكرونايزد او متزامنين مع بعض، ودي كانت طبعا من تطوير شركة اوبن اي اي القائم عليها ايلون ماسك، وكلنا طبعا عارفينه الرجل العبقرية على وجه الكرة الارضية. وكان طبعا وظيفته ان هو نقدر نقول زي سيرش انجن شبه جوجل شوية، ولكن يختلف تماما عن جوجل. جوجل حياتها اتهددت لما سمعنا عن الشات جي بي تي. هو الفكرة كلها ان انت بتكتب له اي حاجة انت عايزها، انا مش عايز اخش في تفاصيل، ولكن لو عايزين تفاصيل كل خدمة بتكلم عنها هتقدروا تشوفوها طبعا في فيديوز، وريت توضحوا لي ده في الكومنتس. وده عشان ما طولش اعذروني على المقدمة، لما بتكلم بحب اتكلم فسيبوني اتكلم، اللي زعلان ياخد بعضه ويمشي. طبعا طلع الشات جي بي تي فكرته ان انت مثلا راجل شغال في صناعة المحتوى زينا كده، فهتبدأ تتكلم عن الذكاء الاصطناعي. بس والله انا كل فيديوهاتي زمان وحتى لما الذكاء الاصطناعي طلع كلها بتكون ارتجال مش مرتب لها. وطبعا الدليل على كده ان انا وانا بشتغل في حاجات بتتمنتج، وده بسبب ان انا بتكلم بتلقائية. فطبعا انت هتكتب اريد مقالة عن الذكاء الاصطناعي، وتقدر كمان تحدد انت عايز اللينث بتاع او الطول بتاع المقالة دي ما يزيدش عن كام كلمة، شوف لدرجة ايه بتكتب له، او بتكتب مثلا ايه هي مثلا اكتر دولة خاضت حروب، ايه هي مثلا اول دولة عرفت تكنولوجيا المعلومات، ويبدأ يديك في اجوبة تسأله ويجاوب تسأله ويجاوب. ولكن كان في برضو limitations او restrictions في الموضوع، انه هو مش متاح في كل البلاد. بكل بساطة كل ما تيجي تخش يقولك مش متاح في دولتك، وطبعا كان من ضمنهم الدول العربية، وطبعا كانت مصر لحد لحظة تصوير الفيديو not available in your country، مش متاح. والناس بدأت تشتغل بالفي بي ان، وبدأت انها تجيب ارقام عشان تستقبل عليها الاس ام اس علشان تكريت الاكاونتس، وكانت حاجة بصراحة صعبة جدا وناس كتير كانت بتسألني عليها. بعدها اتطور الموضوع، ودي كانت ضربة جامدة طبعا لشركة جوجل لما حصل دمج وتعاون ما بين مايكروسوفت وطبعا شركة اوبن اي اي عن طريق ان هيستخدموا البينج سيرش انجن او محرك البحث الخاص بمايكروسوفت هو بينج، وده طبعا بيتنافس مع جوجل وجوجل بتتنافس عليه ومعاه سوري، وطبعا كان عبر المايكروسوفت ايدج او حاجة نقدر نقول طلعت بعد الانترنت اكسبلورر، تقول كده تقدر ان انت تجوين عليها. ولو عايزين تعرفوا تفاصيلها برضو انا معاكو ان شاء الله لو عايزين اعمل بيها فيديوز، عشان ما نطولش كفاية الاطالة اللي احنا فيها دي دلوقتي. وبدأوا بالفعل ان هم عملوا انجكتد للتشات جي بي تي مع طبعا البينج تشات، وكان عن طريق طبعا المايكروسوفت ايدج، تقدروا ان انتوا تعملوا سيرش كده وتخشوا وتشتركوا في الويتنج ليست وهتلاقيها اتفعلت عندك لو انت عامل ابديت للويندوز، وان شاء الله اوضحها لكم لو حابين. وكانت الخدمة ممتازة جدا، كانت لها ميزات وعيوب
وكان الشات جي بي تي له ميزات وعيوب، والناس كانت بتميل للشات جي بي تي وبدأت تروح له. وبعد كده مؤخرا سمعنا عن الشات جي بي تي فيرجن 4 اللي هو يفوق مستوى القدرات في الذكاء الاصطناعي، والناس هتموت وتجرب الشات جي بي تي 4، وبدأوا يقولوا مش لما نجرب 3. فانت النهاردة هنروح على دلوقتي الكمبيوتر وجا وقت العملي علشان نعرف ازاي نجرب ده كله على جهاز الكمبيوتر وبدون قيود. يلا بينا. طبعا اول حاجة هندخل على جوجل بالشكل ده كده، او المتصفح بتاع جوجل كروم، وهنكتب اللينك اللي قدامنا ده boe.com. طبعا زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده، وما تقلقوش هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن لو عايز تدخل عليه على طول. طبعا boe.com ده بيوفر لك اكتر من تول تستخدمها للذكاء الاصطناعي. في حاجه اسمها سيج، في حاجه اسمها الجي بي تي 4. خلوا بالكم انا وعدتكم اول ما تقفلوا الفيديو هتجربه وهيشتغل معاكم 4، ولكن ليميتد اكسس. كمان في حاجه اسمها الكلود بلس، برضو ده خدمة limited access. وعندنا الكلود العادي، وعندنا الشات جي بي تي معروف بالايكون بتاعته الجرين، لان طبعا الفور فيرجن 4 لونه بلو ده شغال معانا. وعندي برضو اخر حاجة الدراجون فلاي. طيب خلينا اول حاجة هنجرب الشات جي بي تي المعتاد، ولكن قبل ما نجرب خلوني اوضح لكم حاجة. انك لازم طبعا تكون عامل لوجن بالاكاونت بتاعك، هتيجي من هنا سيتنجز بالشكل ده، وهتلاقي انك بتلوجن بالاكاونت، الايميلز تكون موجودة، رقم التليفون تقدر ان انت تحطه، كمان تقدر ان انت البروفايل بتاعك تقدر ان انت تعمل له بيلد، والمفاجأة ان ده كله على الموبايل زي ما هنشوف في اخر الفيديو. تقدر تبيلد البروفايل بتاعك وتحط يوزر نيم علشان تكون ظاهر وسط باقي اليوزرز. فخلينا نرجع تاني على الشات جي بي تي دلوقتي هنجرب. بالمناسبة تقدر ان انت تعمل اللي انت عايزه بالانجليش او بالعربي، فاحنا هنجرب دلوقتي مع بعض بالعربي. مثلا هنقول له اريد مقالة عن رياضة مثلا ركوب الدراجات النارية لا تزيد عن مثلا 200 او 100 او 100 كلمة مثلا 100 100 كلمة بالشكل ده. طبعا هتطلع لي المقالة قصيرة على حسب انا عايز ايه، يعني حاجة مذهلة. سيبك بقى من جوجل والكلام ده، انت هنا هتلاقي اب تو ديت، هتلاقي حاجات جديدة. بص لو حسبتهم هتلاقيهم 100 كلمة، يعني بص اللي هو باراجراف صغير كده. طيب انا النهاردة خلاص جربت كل حاجة انا عايز اجربها، عايز بقى ان انا اعمل طبعا كلير للكونفرزيشن من هنا اهو، بيبدأ ان هو يشيل. ابدأ ان انا مثلا اديليت، ابدأ من هنا كده اعمل اهو ديليت، اعلم انا عايز امسح ايه بالشكل ده كده. كل حاجة عندي دلوقتي لو انا عايز انظف، لان ده كله بيبقى ظاهر، وبعد ما بخلص بدوس طبعا ديليت وهيتشال معايا. طيب خلينا ندخل دلوقتي، انا مش هشرحهم كلهم، على الشات جي بي تي 4. وخلوا بالكم ليميتد اكسس، لو بصيت هتلاقي بيقول لك ليميتد اكسس هنا 1 ليفت، واحده بس. خلينا نشوف هنا اهو، لو قلت له من هو مثلا محمود نعمان بالشكل ده، وهستنى الاجابات بتاعته. بص مع العلم ان لما جيت جربت بينج تشات اداني حاجات وكنت اتكلمت عنها في فيديو تقدروا تشوفوه من علامة الاي اللي هتطلع فوق، يقول لك لتحديد هوياته بشكل دقيق مش عارف اهوت لا يوجد معلومات كافية حول محمود نعمان لتحديد هويته بشكل دقيق، قد يكون شخص خاص، وفي هذه الحالة لن يكون من المناسب مناقشة تفاصيل حياته الشخصية، إذا يعتبر شخصية عامة أو لو. بص كأنه تحجج اللي هو إيه، حجة البليد مسح السبورة، مع العلم بينج تشات جابها. كده خلصت طبعا المحاولات بتاعتي هنا على الشات الجي بي تي 4 زي ما احنا شفنا دلوقتي. هوريكم بقى حاجة جامدة قبل ما ننهي الفيديو، وهنشوف دلوقتي مع بعض لما هنجرب على
الموبايل مع طبعا الديسكتوب عندنا. بالنسبه لمستخدمين السمارت فونز او الموبايل طبعا هشرح على الاي او اس، وبالنسبه للاندرويد هتعمله غالبا اللي انا هعمله. هتيجوا على الستور سواء الاب ستور او البلاي ستور للاندرويد، وهتبحثوا عن الابلكيشن هو برضو وهو بي او اي بي ايت او اي، وهتعمل سيرش هتلاقي طبعا الابليكيشن موجود عندك هو دوت. خليكم عارفين شكل الايكون بتاعته وهو بالفعل موجود عندي. لو عملت اوبن بالشكل ده مفروض ان زي ما انا قلت لكم الابليكيشن هيفتح، ومفروض ان انت لو دخلت على البرجر مينيو او المينيو بتاعته هتلاقي عندك تحت البروفايل بتاعك اهوت، فكل واحد هيبقى عامل بيلد للبروفايل بتاعه، تقدر تحط بوست، تقدر تضيف ناس، خاصية البروفايل موجودة على الموبايلز بس. فخلينا دلوقتي كده هنرجع ونشوف احنا واقفين على تول ايه. طبعا احنا هنا موجود اهو على سيج، تقدر من هنا تختار اللي انت عايزه. فخلينا دلوقتي نختار وليكن الشات جي بي تي العادية بتاعتنا. طبعا انا هستخدم دلوقتي الاتنين مع بعض علشان نشوف مدى قوة الابليكيشن دوت. هنقفل دي كده بس ونختار من هنا الشات جي بي تي، ومن الموبايل برضو الشات جي بي تي. طبعا مفروض ان انا لو طلعت فوق هلاقي اخر حاجة موجودة عندي زي ما هي. فتحبوا نجرب على الموبايل ولا نجرب على الكمبيوتر الكتابة؟ خلينا نجرب على الموبايل لان مفروض الشرح ده لمستخدمين الموبايل. مثلا هكتب كده ما هي اكتر دولة تعرضت، طبعا اللي انا بكتبه مش بيظهر على الكمبيوتر ولكن الاجابة تظهر بنفس الوقت بالظبط. ما هي اكتر دولة تعرضت الى حروب؟ شوف بقى يا باشا العظمة عندك، يعني بص شايف طلعة نفس الزمن بالظبط، بيقول لك اهو لا يمكن تحديد الدولة التي تعرضت لاكبر عدد من الحروب بدقة، حيث يمكن تفسير مفهوم الحرب بطرق مختلفة ولا يمكن ان يختلف مش عارف ايه ايه ايه. طبعا مثلا هنكتب تاني هنا بس من على بقى الكمبيوتر دلوقتي، هنكتب اهو دلوقتي كده مثلا ما هي أبشع مثلا حرب دخلها الإنسان. بص الإجابة اهيت طالعة في المكانين بالظبط، وبالمناسبة اللي بتمسحه هنا بيتمسح هنا زي ما هنشوف دلوقتي. طبعا هو بيقول لك الحرب العالمية الثانية، معروف طبعا ما فيهاش جدل، والمقال طالع قدامنا. الموضوع مفيد جدا جدا للناس اللي بتصنع المحتوى. خلينا نجرب كده ان احنا نديليت ونبص على الموبايل مع بعض. بص ديليت، شكرا، هيتمسح اهو اول ما ادوس هنا كده هوب مسح من الموبايل مسح من الكمبيوتر، عظمه. وبس يا سيدي كده عرفنا موضوع الشات جي بي تي وموضوع الذكاء الاصطناعي وموضوع هل اقدر اجربه ولا لا دون في بي ان في اي دوله في اي مكان من الكمبيوتر او من الموبايل. فيا ريت يكون الفيديو مفيد وفاتكم، وياريت تشاركوه عشان الكل يستفيد، ومتنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. لو حابين نجرب الفيديوز اللي جاية الذكاء الاصطناعي وتفاصيل فيه وازاي نسخره لشغلنا وازاي نستخدمه في التكست او الايميجز او الفيديوز او المحتوى المسموع او المرئي او المقروء، ياريت تعرفوني في الكومنتس وتستنوني في مزيد من الفيديوهات. واشوفكم على خير والسلام عليكم.